الفترة بقى خلاص الشتاء داخل علينا داخلة حلوة والدنيا ابتدت تبرد وبنحتاج لحاجات سخنة سواء شوربة مشروب سخن حاجة تدفينا، خاصة كمان الولاد اللي في المدارس محتاجين ان هم يشربوا حاجات تخليهم يقدروا ان هم يكملوا يقعدوا على المذاكرة فترة أطول. فالنهاردة هنعمل بودرة السحلب في البيت، وبودرة السحلب أو مشروب السحلب عامة من المشروبات المغذية جدا جدا ومفيدة جدا للولاد. ليه بقى؟ كل المكونات اللي فيه تحفة جدا، سواء بقى مكسرات حليب الدنيا كلها فيها مواد نشويه زي دقيق الرز اللي هنحطه النهارده، فتحسوا كده ان الكوبايه وجبه على بعضها، يعني لو ما تعشاش وشرب الكوبايه دي تكفي جدا جدا. بينا بقى نشوف مقاديرها. يلا على طول، هنحتاج ايه علشان نعمل بودره السحلب؟ هنحتاج كوبايه من جوز الهند الناعم، ويفضل مش يفضل بقى ده لازم يكون فريش وطازه علشان ما يغيرش معاكي طعم السحلب. هنحتاج كمان كوبايه لبن بودر، كوبايه سكر بودر منخول، كوباية دقيق رز، هنحتاج نص كوباية من النشا، نص كوباية من السمسم المتحمص، معلقة كبيرة من الفانيليا الباودر، طبعا مش هينفع هنا فانيليا سايلة، وكوباية زبيب ومكسرات مشكلة. زي ما انتم شايفين المقدار ولا أسهل من كده، وتعالوا بينا يلا على طول نشتغل. أنا عايزة المنخل موجود هنا ولا فين؟ منخل الصغير؟ لا موجود هنا أهو. تعالوا بينا بقى، المكونات بسيطة وسهلة والنتيجة ولا أروع من كده، وهتعمل معانا كمية تقعد معانا فترة طويلة. تعالوا بينا ناخد بقى ايه دي، ده السكر الباودر. يلا كلهم لونهم أبيض فنعرفهم الملمس. ادي السكر الباودر هندخله علشان لو في أي تكتلات نخلص منها خالص. بصوا شايفين التكتلات دي؟ لو سبناها هتبقى مش حلوة واحنا شغالين، ومش هتبقى الحاجة بتاعتنا متوزعة توزيع صح. فتعالوا بينا بقى ايه نفركها كده وننزلها بالشكل ده، ولو في اي شوائب طبعا مش هتنزل وهتفضل معانا. تعالوا بينا بقى نحط كمان النشا. يلا وادي دقيق الرز، ودقيق الرز متوفر جدا دلوقتي في السوبر ماركت، بتلاقيه في باكيتات كده بتجيبيه وتشتغلي بيه. طيب لو انا مش متوفر عندي، بصوا اي شوائب بقى بتطلع معانا والدنيا بتبقى نظيفه وزي الفل. لو انا مش متوفر عندي سوبر ماركت بيبيع دقيق الرز اعمل ايه؟ هنغسل كوبايه رز بلدي، تمام، هنغسلها كويس جدا، هننقعها كده 10 دقايق ونصفيها ونفردها على فوطة مطبخ نظيفة لغاية ما الرز ينشف تماما. بعد كده هنحط في المطحنة بتاعتنا بتاعت التوابل ونطحن الرز وننخله، وهتاخدي رز مطحون حلو جدا، تمام. ده لو مش متوفر طبعا اكياس الرز او دقيق الرز اللي في السوبر ماركت. حطينا كده كمان اللبن البودر، خلاص كده انا نخلت كل حاجة وفعلا في شوائب طلعت معايا وتخلصت منها خلاص. تعالوا بينا نضيف بقى ايه جوزة الهند، وجوزة الهند لازم تكون طازة علشان اللي هي بتبقى قديمة شوية بتبقى طعمها في أنا كده او في طعم غريب بيبقى مش حلو، تمام. فتعرفي ازاي بقى ان جوزة الهند بتاعتك دي اللي انت بتشتريها هتكون حلوة طعمها حلو وطازة ولا لا؟ بتعرفيها من لونها، لونها لازم يكون ابيض ناصع، تمام، وريحتها كمان وانت بتشميها تكون ريحتها طازة بالشكل ده. وطبعا هنا مختارين جوزة الهند الناعمة جدا. يلا بينا نحطها. ودي الفانيليا، والفانيليا لازم تكون باودر طبعا، ما ينفعش هنا فانيليا سايله اكيد. ونقلب بقى كل المكونات، نسينا كمان نحط السمسم، والسمسم معانا محمص، ولو عندك السمسم ابيض بتحطيه على طاسه على النار كده وبنار هاديه، وتبداي انك انت تقلبي السمسم على نار هاديه لغايه ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. عايزه اقول لكم بقى ان انا لسه عاملاه اصلا امبارح في البيت بصراحه، علشان الولاد عندي بيحبوا السحلب جدا، فعملت الباودر وشلتها عندي بقى في البيت، كل ما الولاد يحتاجوا يبقى جاهز على طول يشربوا بالف هنا وشفا. فمن الحاجات الاساسيه معانا في الشتاء السحلب الباودر، وما شاء الله شايفين الكميه قد ايه تقعد معانا حبه حلوين. وزي ما شفتوا كل المكونات هتلاقوها فعلا حلوة جدا ومغذية جدا جدا خاصة للولاد. يلا قلبنا ومزجنا كله مع بعضه علشان تبقى المكونات كلها تمام التمام. هنا بقى عايزة تحطي الزبيب مع الخلطة، مفيش مشكلة يتحط عادي جدا.
عايزه تسيبيه تحطيه وانتي بتعملي براحتك. المكسرات بقى هي اللي بحب تبقى بعيد عن السحلب. ليه؟ عشان مع قعدتها فتره طويله ممكن ترطب معاكي ما تبقاش مقرمشه، فخليها ضيفيها في الاخر بعد ما السحلب يتعمل، ضيفيها في الاخر عشان تحسي بقرمشتها كده وانت بتشربي كوبايه السحلب. السحلب عملناه وعملنا الباودر بتاعه وكميه حلوه. احفظها ازاي؟ هنجيب برطمان طبعا ازاز نظيف يكون ما حطيناش فيه مثلا مخلل قبل كده، ما حطيناش فيه حاجه تخلي الريحه والطعم يتغيروا، ويكون نظيف ومتعقم والدنيا زي الفل. احط فيه الباودر بتاعتي ويفضل ان انا احطها في الثلاجه، بس بما اننا في الشتاء لو قعدت بره مش هيجرى لها اي حاجه، كل المواد اللي فيها مواد جافه فانها تخسر بيبقى بصعوبه بعد فتره طويله يعني. تمام، تعالوا بينا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ ايه رايكم نبتدي نشتغل نعمل مشروب السحلب نفسه بقى؟ عملنا الباودر، طيب هعمل ايه بعد كده بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشروب بتاعنا فيه مواد ربط زي النشا، زي كمان دقيق الرز، فيفضل ان انا احط الحليب بارد. تمام، دول عندنا كده حوالي 3 كوبايات من الحليب، احط لهم 3 معالق كبار من السحلب. يلا بينا. شايفة المعلقة مليانة بالشكل ده؟ دول اكتر؟ طيب طب خلاص دول 4 كوبايات، يبقى نحط 4 معالق. يلا بينا. وبعدين السمك بقى والقوام ده يرجع لك انت وانت بتقلبي على النار، حسيتي ان انت عايزه هو تقيل زودي شويه لبن، هو خفيف هنحط معلقه سحلب. تمام تمام تمام، خلاص كده حطينا خليط السحلب على الحليب وكله على البارد. انا بحب احط الزبيب بقى في الاول كده، قولوا لي ليه؟ علشان يستوي واللبن بيغلي كده وينفش معانا ويدينا بقى ايه طعم حلو. هقلب واروح على البوتاجاز بتاعي علشان احط السحلب على النار يبتدي بقى ايه يربط معايا والدنيا تظبط. ده في ناس بتحب تاكله بالمعلقه يبرد كده ويبقى عامل زي المهلبيه. الله، استاذ حمدي بقى خبير في السحلب. يعني انا بقول لو نسيبه يبرد كده ويتاكل بالمعلقه قال بقى يا سلام، لما يكون عليه موز بقى وتفاح شيف يعني. ده الحس الفني. كده احنا رفعنا خلاص، ربنا يكرمك يا استاذ منتصر، والله تسلم كلك ذوق. كده احنا حطينا الحليب وحطينا عليه بودرة السحلب اللي احنا عملناها في البيت، هنسيبه بقى على النار مع التقليب المستمر بما انه في نشا في دقيق رز، فنخلي بالنا عشان ما يكتلش تحت ونفاجئ بعد كده ان السحلب مخرز والسحلب مش نقول ايه انسيابي كده وكريمي. فهنحطه على النار ونقعد نقلب لغاية ما يربط معاه. السحلب خلاص غلي وهرفعه بقى من على النار وقوامه حلو جدا جدا. تمام، وزي ما قلنا القوام ده يرجع لك انت، في ناس بتحبه تشربه كده خفيف، في ناس بتحبه تقيل، في ناس بتحبه اتقل، كل ما عايزاه اتقل اكيد بتزودي من بودره السحلب. تعالوا بينا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي كده نقدم السحلب بتاعنا ونصبه. بسم الله. خدتوا بالكم ان انا صبيت في كل كوبايه شويه صغيرين من السحلب، احنا في الشتاء الازاز بيبقى ساقع شويه فمش عايزين نملاه كله مره واحده، السحلب سخن جدا فتبصي تلاقي الكوبايه فرقعت منك، فدي شويه كده الاول وبعدين كملي بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام بالظبط كده. الكوبايه كبيره يا ريهام، ينفع كده؟ لا احنا مضطرين بقى ان احنا نعمل ايه؟ لا مش هنعمل تاني بقى، هنخليهم كوبايتين، احنا كنا عندنا امل ان هم يعملوا 3 كوبايات بس مفيش مشكله. يلا كوبايه ما شاء الله ما شاء الله، يعني حجمها كبير واخده نص لتر لوحدها. يلا زي الفل، تعالوا بينا بقى ايه نقدم السحلب. ولما تيجي تقدميه زي ما قلنا حطي بقى المكسرات تكون لسه بقى كده مقرمشه، عشان كده استبعدتها ما حطيتهاش في السحلب نفسه او في بودره السحلب نفسها. يعني في البدايه تعالوا ندي رشه بسيطه خالص من القرفه على وش الكوبايه، ده برضو اختياري، لو بتحبي القرفه ما بتحبهاش خلاص ما فيش مشكله.
كده رشة بسيطة زي الفل، والتانية برضو هنا كده عشان لو في اي شوائب نتخلص منها. وتعالوا بينا بقى ايه، حطي بقى مكسرات براحتك. فين المكسرات؟ طيب عندنا كده الفستق، عايز تحطيهم سلام مجروشين زي ما انتي عايزه، وادي سوداني كمان. ايه دي زبيب كمان، بس كده حلو قوي. يلا بينا نحطه بقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن جدا طبعا. كمان يفضل السحلة بيتقدم في كوباية بودن علشان هو بيبقى سخن قوي، فعشان تعرفوا تمسكوه تشربوه بالهنا والشفا. تمام، هايل. تعالوا بينا بقى نعمل ايه، نعبي بودرة السحلة بدي زي ما قلنا في برطمان يكون محكم، ازاز نظيف زي الفل وناشف، ما كانش مطرحه حاجه ليها ريحه نفاذه عشان ما تغلبش على طعم وريحه السحلب. بصوا الكميه بقى، احنا ملينا برطمان، ودي برطمان كمان، وكمان يملى برطمان تالت. طبعا مش عايزه اقول لك ان هو ارخص كتير جدا من اللي احنا بنشتريه جاهز.